ونحن جزء من هذا النسيج العراقي التاريخي، وليس نقول كردستان لنا ونضيف آخر شيء آخر، نقول بأنه نحمي كل العراقيين، ولكن يجب أن يكون المعيار والمرجع هو الدستور العراقي. أكيد كون المحافظة بوابة العراق باتجاه تركيا وسوريا، هل أن استخدام أراضيها من قبل الإرهاب لتهريب الأسلحة أيضا هو سبب آخر في الوضع الأمني؟ هو بالتأكيد يعني يجب أن نبين بأنه موقع المحافظة اثنين هو موقع استراتيجي، يعني يمتد مع حدود سوريا أكثر من 350 كيلومتر، وأيضا هو في المثلث التركي السوري يحاد تركيا، فلذلك نحن نقول بأنه خاصة هذه الحدود الطويلة مع سوريا كانت ممر فترة طويلة يعني لدخول الإرهابيين إلى العراق. لا زال هناك خروقات أمنية. أنا في اعتقادي عدم استقرار الوضع الأمني في محافظة نينوى أحد أسبابه بأنه تواجد أو الذهاب وإياب الإرهابيين من سوريا إلى مصر. إذن أستاذ محسن، دعنا نتكلم بكل صراحة، لماذا لحد الآن الوضع الأمني سيء جدا بالموصل؟ يعني نحن نعرف مثل ما تكلمت أن الحدود المفتوحة ويا سوريا وأيضا دول الجوار اللي تحيط بالموصل، لكن إذا نشاهد العراق الآن في مختلف المحافظات الوضع تحسن كثيرا، لكن لي هذا اليوم الوضع جدا جدا صعب في مدينة الموصل. يعني أريد تضحنا عن الأسباب الحقيقية بهذا الموضوع. يعني الأسباب الحقيقية كما بينت أنت، الوضع في محافظات العراق الأخرى كان فيها تحسن وأحيانا تصير خروقات، يعني لكن التحسن طابع يعني هو في حال العامة هناك تحسن، ولكن في محافظة نينوى بقت الحالة مستمرة لحد الآن، هناك وضع غير مستقر وخروقات كبيرة أمنية. أنا أقول اللي يتحمل هذه المسؤولية هي إدارة محافظة نينوى ومجلس محافظة بالذات، عندما يتكلمون أو يجتمعون وكل المشاهدين يجدون بأنه ليس هناك أي خطوة إلى الأمام من ناحية التحسن الأمني، وهذا هو المطلوب بالموصل. يعني لم يقدموا شيء، عندما رفضوا الآخرين بالمشاركة وعندما لا يستطيعون أن يقدموا أي شيء للموصل، فأهل الموصل هم اللي يدفعون الثمن الآن، عدم الاستقرار الأمني، وهناك خروقات، وهناك أشياء كثيرة تحصل من عمليات خطف في الموصل وعدم الاستقرار، وليس بقى هناك شخصية في الموصل، يعني من رئيس الجامعة، من رؤساء، من أساتذة الجامعة، من شخصيات كبيرة، كلها تعرضوا لعمليات اغتيال في محافظة نينوى. يعني السبب تتوقع هو الإدارة المحلية؟ فشل الإدارة المحلية في محافظة نينوى. البعض يتهم تغاضي البيشمركة عما يحصل في بعض المناطق. أستاذ محسن، ساعد الجماعات الإرهابية على تنفيذ مخططاتهم ضد الموصل؟ هو الأمر بالعكس، يعني القوات البيشمركة اليوم تحمي الطرق الداخلة إلى مدينة الموصل من أربيل إلى الموصل، إلى الموصل، وكذلك من دهوك إلى الموصل. لكن هناك وحدات إدارية للبيشمركة موجودة. الوحدات الإدارية في حماية البيشمركة لم نجد أي مشكلة حصلت فيها، يعني الآن التواجد البيشمركة في سنجار، كل مكونات سنجار إذا كانوا العرب والأكراد أو المكونات الأخرى لم يوم من الأيام رفضوا تواجد البيشمركة، بالعكس هم يريدون أن يكون تواجد البيشمركة هو صمام أمان لهم، وكذلك في زمار، وكذلك في تلكيف، وفي كل المناطق التي هي مشمولة بالمادة 140. أنا أعتقد هم لم يتدخلوا لا بالسياسة ولا يتدخلوا بكل أمور، هم جايين لحماية العراق، مثل ما الآن كثير منهم متواجدين ضمن في بغداد وفي المناطق الأخرى، وهذه شهادة لهم. أنا في اعتقادي تواجدهم الآن ضروري جدا لحين الوصول إلى استقرار سياسي لحل المشكلات الموجودة في الدستور. إذن كيف تفسر سيد محسن تهديد 16 وحدة إدارية بالمقاطعة، بل كانت مقاطعة حقيقية للحكومة المحلية؟ يعني أنا خلينا نكون واضحين بهاي الصورة، يعني عندما نطلب دائما بأنه يجب أن تكون هناك مشاركة للأكراد في إدارة الموصل، والسيد المحافظ ومجلس المحافظة يرفضون ذلك، يعني هل يا ترى إلى متى تبقى هذه الحالة؟ أنا في اعتقادي هذه الوحدات الإدارية
الآن نحن سوف نطالب بسقف زمني قريب جدا لحل كل الإشكالات في محافظة نينوى. بعكسه سوف نطالب بإيجاد حل إداري ضمن الدستور العراقي، ضمن الدستور، ضمن النظام الاتحادي لهذه الوحدات الـ 16 وحدة إدارية. سوف نتعامل معها في ضمن إطار آخر يعلن في حينه. أريد أعرف أستاذ محسن، هل نحتاج إلى عملية جديدة مثل عملية أم الربيعين لتنظيف الموصل من الإرهاب؟ القوات الأمنية والقائد العمليات والفرق العسكرية لهم خطة، يعني خطط، يعني يستطيعون إذا أرادوا بأنه فعلا هم محتاجين إلى عملية أم الربيعين. كانت كبيرة وكان هناك تحديات أكبر من الآن. الآن يحتاج إلى جهاز استخباري قوي لتواجد مواقع الإرهابيين ولكي تقوم الوحدات العسكرية بواجبها، يعني ليس بنطاق عمليات أم الربيعين وإنما عمليات نوعية للقضاء على الإرهابيين. كيف تنظر إلى الخدمات داخل مدينة الموصل؟ وهل المواطن العراقي خلال هذه السنتين اللي مر بها حقق طموحاته أو أحلامه بالخدمات في هذه المحافظة؟ مع كل الأسف كما بينت، يعني عندما نضع التسلسل في الخدمات في كل محافظات العراق نجد بأنه محافظة نينوى يكون في المؤخرة. يعني أي خدمات لحد الآن، الشوارع، المجاري، الكهرباء، البطالة، بقت الموصل كما هي، وهذه مدينتنا ويجب علينا أن، يعني حتى الذين ندافع عن مدينة الموصل الأمر ليس بيدينا، يعني نحن نقول هذا الخطأ وهذا الصحيح، ولكن الإدارة إذا كانت لا تستطيع أن تقدم أبسط الخدمات لمحافظة نينوى فعلى أبناء محافظة نينوى أن يختاروا الطريق الصحيح في اختيار مسؤوليهم.